بقول لك ايه، لا عين نضاره، انت بتعرفي تغني بالهيليوم؟ هيليوم لا بجد؟ طب تعرفي تشفطي الهوا اللي جوه البالونه؟ هوا. بصي هقولكي ايه لعبه كده. ايه اكتر اغنيه بتحبيها؟ ايه بتاعت تامر حسني اللي هي بتاعت ايه؟ حسن. بتقول ايه؟ تعرف. بصي انا هشفط اللي جوه ده واغني لك. ماشي ازاي؟ هتشوفي يا مدام حمدية. وديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك واشتغل واعمل كل حاجة. لا لا مش زعلانة، مش ماسكة صورته وبتقهر زي العبيطة ولا ماشية. تعرف تعملي كده؟ غيرت صوتك ازاي؟ ما هقول لك بقى، غيرت صوتي لما انا بلعت الهوا اللي جوه ده. فانا عايزاكي تبلعي الهوا اللي جوه، ماشي؟ لا لا جوه ما اعرفش. لا تعالي انا هوريك، تعالي قربي كده. قربي يا ايه يا حمديه البق ده؟ اقفلي يا حمديه بقك على البتاع، افتحي. دلقتي العصير يا مدام حمديه وبهدلتي الدنيا. كده كل الورق والملفات كده باظت. معلش معلش. يلا بس اشفطي بقى شفته جامده. ايوه يلا اشفطي. ايوه اقعدي بقى مكانك وغني بسرعه. اقعدي مكانك وغني. يا ملاك يا ملاك يا ملاك. ايوه على الشمال. حصل ايه؟ رجع في الحنيه على العيال. خلاص؟ على العيال في عينيا عشان خليك تنيا وشكرا هتتعبي ولا ملاك شرقيت. ملاك ما اعرفهاش. اشوفك بقى في المرحله الجايه. ماشي؟ يا باي باي. وبعدين هرشك جامد كده 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 كده. عارف الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ ايه؟ ها؟ ايه؟ كهربا؟ قولي. ده جهاز كشف الكذب. وعايزه اقول لكل الاهالي، اي حد ابنه بيضايقه او بيكذب عليه زي احمد وعايز يعرف الحقيقه، يا ريت تجيبه لي هنا وانا هقعده على الجهاز ده وهنعرف كل حاجه مع بعض. اسمك ايه؟ احمد محمد الحرب. عندك كام سنة؟ 8. عندك اخوات؟ قد ايه؟ اختي لمار بس؟ وفي اخوات تانية بقى وولاد خالتي. حاسس انك مرتاح ولا قلقان ولا خايف؟ انا خايف. خايف ليه؟ عشان قلقان من الكهربا دي. مفيش كهربا هنا، ما تقلقش. ماشي؟ ماشي. تحب المدرسة؟ اه. تحب المدرسين بتوعك؟ كلهم؟ دي ساعات دي؟ انت بتحبي ميس حنان؟ لا مش حنان. ما قلتش عليها ليه؟ ما هي برضه ما انت كنت مستنيك، كنت مستنيها تقول كده ولا جاز اللي قال لي. ما قلتش انت ليه على طول من نفسك؟ ماشي. ايه اكتر حاجه بتكذب على مامتك فيها؟ كنت فكت لها التليفون خالص وكنت ارميه لها من الشباك وحطيته في البلكونه. عملت فيك ايه؟ ضربتني. وانت كنت بتعمل كده ليه؟ كنت بتنتقم منها صح؟ عشان هي مش بتديك التليفون مش كده؟ اه ساعات برضه ما تدينيش. بتشتم شتايم وحشة؟ لا مش بشتمش. ما بشتمش والله ما بشتمش. ساعات ما بشتمش. ما بشتمش. ساعات ما بتشتمش؟ اه. يعني في الأغلب بتشتم؟ اه ساعات ما بشتمش وساعات بشتم. تشتم بتقول إيه؟ لا مش هقول هنا. هي وحشة أوي للدرجة دي؟ مش هقول هنا. وحشة أوي للدرجة دي؟
ممكن اقول له يا رخم. يا رخم؟ شايف نفسك تخين ولا رفيع؟ بص في المراية بلاقي نفسي تخين. في الحقيقة؟ تخين اصلا. وشايفني انا تخينة ولا رفيعة؟ تخين. ما انت زيي برضه مش رفيعة. طب ايه ده؟ رفيعة؟ يا ايه بالظبط؟ انا رفيعة قوي. رفيعة قوي. حد شال لي الباروكة دي. باروكة؟ بس اسف في العربية. بتحبني ولا ما بتحبنيش؟ انا بحب الممثلين كلهم. وانا بتحبني ولا لا؟ بقول لك كلهم. يعني انا بسأل عن نفسي بتحبني ولا لا؟ ليه ما بتحبنيش؟ بقول لك بحبك. انا عملت ايه والله؟ بتحبني ولا بتحبنيش؟ والله بحب. بقول لك انت ماشي. الحلقة بتاعتك لما اتذاعت على الهوا شافها أكبر مخرج إعلانات ياباني بحظك الحلو، هو كان موجود النهاردة في مصر، فهو جه وحابب يتعرف عليك شخصياً، حابب ياخدك علشان تعمل عندهم إعلان ما بين اليابان وأمريكا، يبقى تو لوكيشن. أنت بقى أصلاً حابب تعمل إعلانات ولا لأ؟ الصراحة أنا نفسي أبقى مشهور جداً، بس معرفش أتكلم لغة أمريكاني. طب ولا ياباني؟ لا أنا بحاول، يعني لسه بحاول أرى ترجمة بس. طب هقول لك على حاجة، اشتهجلي الكلمة دي. How are you? How are you? إيه؟ أيوة. لا هي ألف؟ آه هاو. هاو أر ألف ري أر نب ألف ر. ايوه نون ب. برافو برافو، انت يعني شاطر اهو. بص بقى، اللغه الياباني عشان بس تبقى عارف لما الراجل يجي لنا، اللغه الياباني دي اسهل لغه في العالم. انت اي حروف بتحس ان الكلمه طالعه من جواك وبتحاول تقولها هتطلع هي. يعني مثلا تعالى ايه نعمل كده تجربه، ماشي؟ ماشي. دي مثلا اسمها ايه؟ نعيمه. هتحط في اولها شين وفي اخرها ايه؟ شان يا عامة. اوكي؟ هي دي اللغه الياباني، فكل حاجه كده. فهمتني؟ فاي حاجه يسالك كل حاجه شي، كل حاجه حط اولها شين هتبقى ماشيه صح. ماشي. فلما الراجل يدخل تتكلم معاه كده. ماشي. اهو جه اهو جه. هلو مستر شان شان لي. هاي سميا. ني هاو ني هاو سميا. شين كلا تيفلو وي شين كلا اشتلا. طب انا بقى ايه، ما بحبش احضر لحظات الكاستنج المؤثره دي، فهسيبكم مع بعض شويه وارجع لكم تاني. ماشي. لو في اي حاجه بس اندهوني، انا هنا في اليمه اللي وراكم. ماشي. كي. عايز حاجه يا حسن؟ لا شكرا. لو في حاجه يا حبيبي انده، زي ما قلت لك بقى اتكلم معاها. ها انت جيت زي ما هي عايزه عادي كنتي وانتي اوه فيش حاجه بصوا مين كنتي؟ 要不要你尝尝我们的那个果汁？ 阿修， 芒果？ 芒果汁。 네, 喝喝。 尝一尝怎么样？ 하산어。 오, again, again, again. 아, 不是, up, up. Why? You don't like it? 야, 뭐 대사일 뿐이 다 망가, 야. 나는 مش لاقيين المانجا دلوقتي. طب ما انت بتتكلم عربي اهو. ما انت بقالك ساعه بتتكلم معايا الماني، يعني في ايه؟ انت كده خلي بالك، يعني انا دافع قد كده في الاعلان، انت المفروض يعني تحسسني حتى ان يعني طعمها حلو. دوق بس. اسمع مني، هاتي هاتي.
بق كبير بقى وحش. على فكرة ده احنا حاطين فيها جلد تعبان الغالي قوي عندنا. وفي برضه جلد تعبان مش تعبان اكيد مش هنحط تعبان يعني ده هيسممك. طب جرب الشوكولاتة؟ تحبش الشوكولاتة؟ بحبها بس أستنى. بس ما تكونش ألماني. لا 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 ما تقلقش ياباني. ألماني ايه؟ طب جرب كده ممكن يعجبك. دي ده ياباني حلو. حلوة حلوة؟ بجد؟ طب كل قطمة كبيرة؟ تقدر تخلصها كلها على بق واحد؟ ليه؟ طب حتة كمان. ايه طعمها مش حلوة؟ لا من حلوة يعني. هو انت حاطين جواها بن سايح؟ لا بص هو الزيت اللي جوه ده عارف السحلية لما تتقلي؟ بيبقى فيه زيت كده نازل منها. هي الزيت دي زيت سحلية. ده غالي قوي عندنا. كل حاجة برضو مصر غالية علينا. مصر غالية علينا؟ يعني ايه مصر غالية علينا؟ معرفش انا بسمع كده. اخشوا بقى الحاجات كلها يا توه. ها؟ انتي هتبقوا حرشمة؟ وني كنتيو؟ انتي سعادة ما كمان الشينة. ايه الاخبار يا حسن؟ عملت ايه مع الراجل ده اللي ما بفهمش عربي خالص ده؟ ده بيحطه في العصير جلد تعبان. ايه؟ وكمان بيقولش الزيت ده زيت السهلية. وانت ازاي عرفت الكلام ده؟ لا طبعا هو قال لك انت بتفهم يا بني. ده انا لسه معلمك كلمتين. هو بيفهم عربي بس مش قوي. مين قال لك ده ما بيعرفش ولا كلمة عربي؟ تعالوا سمعها عشان يا ايش يا بيقول لك اهو بتقول ايه اصلا ومش فاهم ولا كلمة عربي. لا سمعته انت بتكلم عربي؟ لا. طيب امال ايه؟ امال الحاجات دي بتتهيأ لك؟ شكلي كده شكلي كده. طب خلاص يلا ايش يا يون يونكا يا حاجه خالص. بقى انا بشوات. هو قال ايه؟ سلام يا بشوات. هو بيتكلم عربي ده ولا ايه؟ انت متاكد؟ بس هو كلامك عربي؟ امال انا ليه لما سالتك قلت لي لا؟ مش كنت تقول لي كنت بهدلته؟ ما هو ايوه كان هيقولك لا يا واد يا فتي. انا قلت كده برضه. عموما سيبك منه انت كده كده اصلا خلاص كسبت معانا بالاعلان او من غير الاعلان. وانت كنت من انبه الاطفال اللي جم عندنا واطيبهم والذهم وانا بحبك قوي. ماشي وادي الجايزه بتاعتك اهي. الف مبروك. سيب الشوكولاته دي هنا. الف مبروك. الله يبارك فيك. ميرسي يا حبيبي قوي انك نورتني النهارده. باي باي. بتحبني؟ أوه. قوي؟ أوه. وانا كمان.